أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج الصحافة. اليوم نطالع فيها أهم وأبرز ما تناولته الصحف الصادرة صباح اليوم، وفي الدقائق القادمة سنتناول جريدة الوفد بالتحليل والعرض، ومعي في الاستوديو للتعليق على أهم الأخبار التي جاءت بها الكاتب الصحفي ومدير تحرير الجريدة الأستاذ كاظم فاضل. أهلا وسهلا بك معنا اليوم. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. طيب يعني مشاهدينا، مباشرة نذهب إلى الصفحة الثالثة لنطالع فيها خبرا تحت عنوان اليوم روسيا تستقبل الرئيس وقضايا مهمة محليا ودوليا أيضا على طاولة المحادثات خلال قمة السيسي والرئيس الفرنسي فلاديمير بوتين. يعني نود أن نتعرف منك بداية عن أهم القضايا والأطروحات التي ستتصدر طاولة المفاوضات التي ستجمع بالطبع بين الرئيسين المصري والفرنسي. هي تأتي الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا في إطار العلاقات المتميزة والاستراتيجية التي نشأت خلال الفترة الأخيرة بين الرئيس بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي. بداية الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يزور روسيا، وهو محمل بنتائج افتتاح قناة السويس في زمن قياسي يثبت للعالم أن المرحلة القادمة سوف تنهي خريطة الطريق بإنهاء الانتخابات البرلمانية خلال نهاية هذا العام. سوف تشهد العلاقات الروسية المصرية التوقيع العديد من الاتفاقيات، وكان أبرزها أخبار عن إسناد المحطة النووية في الضبعة للجانب الروسي، فاحتمال يكون في تشهد هذه الزيارة التوقيع على هذه الاتفاقية. بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجتمع مع عدد كبير من رجال الأعمال الروس لفتح آفاق جديدة في الاستثمار في مصر، خاصة بعد تذليل العقبات وقانون الاستثمار الجديد وكل الإجراءات البيروقراطية أزيلت أمام المستثمرين. تحتاج مصر للاستثمارات الروسية بشكل كامل، بالإضافة إلى اتفاقات عسكرية ترغب مصر في امدادها بمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي حصلت عليها إيران خلال الفترة الأخيرة. كذلك تسعى مصر لتوريد أو شراء 46 مقاتلة من نظام من طراز SU-35. العلاقات المصرية الروسية تشهد تميز وآفاق جديدة في جميع المجالات. يواكب هذه الزيارة زيارة ولي العهد الإماراتي لروسيا بدعوة من معرض ماكس للفضاء والطيران، وكذلك الرئيس بوتين دعا الملك الأردن الملك عبد الله للزيارة. فسوف تشهد هذه الزيارة اجتماع رباعي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين ومحمد الشيخ محمد بن زايد النهيان والملك عبد الله لبحث الملف النووي الملف النووي الإيراني. نعم. وكذلك روسيا تحتاج إلى موقف عربي في اتجاه الأزمة السورية، وهي بالتالي بتعد لمؤتمر جنيف 3 لحل جذري للأزمة السورية. نعم، يعني نأمل أن يسفر هذا المؤتمر بالفعل عن حل جذري لهذه الأزمة. مشاهدينا، ما زلنا نتحدث عن علاقات مصر بالعالم الخارجي، وأيضا نتجه الآن إلى الهند ونطالع خبرا تحت عنوان تلقي دعوة لحضور أعمال قمة منتدى الهند إفريقيا. السيسي يؤكد تكاتف الشعب مع الحكومة في مواجهة الإرهاب، وأيضا الرئيس يصرح الإرهاب تمدد عبر مناطق مختلفة من العالم وبات يمثل تهديدا متزايدا. يعني بداية، كيف تقيم مستوى العلاقات التي تربط بين مصر وبين الهند؟ في إطار فتح علاقات مع دول العالم بلا استثناء وانفتاح مصر على جميع دول العالم، تأتي هذه الزيارة من وزيرة الشؤون الخارجية الهندية لمصر لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور منتدى الهند أفريقيا، وتدعو لحضور المؤتمر في الفترة القادمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام بفتح آفاق جديدة للاستثمارات الهندية في مصر، خصوصا بعد إشادة وزيرة الخارجية الهندية بالزمن القياسي الذي حدث في إنشاء قناة السويس الجديدة، وبالتالي فتح استثمارات جديدة. وهنقولها تاني برضو، خصوصا أنه هو عرض دايما أن في مناخ استثمار جديد.
الهند وافريقيا. هند معروفه. يعني ماذا تعني بمناخ استثماري جديد؟ اللي هو احنا اتكلمنا قبل كده كانت عن معوقات الاستثمار. الحكومه جاهده اصدرت قانون الاستثمار والشباك الواحد للمستثمرين. المستثمر كان ممكن يعمل مشروع خلال يجي مصر يستثمر يقعد 5 سنين لغايه ما يوصل ان يستكمل. النهارده المشروع خلال الشباك الواحد، قانون الاستثمار الجديد، الحوافز الاستثمار، توحيد الضرائب للمستثمر، توحيد الامتيازات له، كل هذه كانت معوقات تعوق الاستثمار. يعني اصدار بعض الاجراءات التحفيزيه للاستثمار في مصر. طيب حدثت يعني مع قانون الاستثمار الجديد. الهند متميزه بالتكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الطبيه، خصوصا ان هم عندهم يعني تقنيه عاليه جدا، مع ان يعني عدد الهند سوف يفوق خلال السنوات القادمه عدد سكان الصين، ومع ذلك الهند عندها يمكن اقدر اقول لك ان اطباء، اغلب اطباء بريطانيا والعاملين في المستشفيات في بريطانيا وامريكا من الهنود. يعني في مجال عالي جدا احنا محتاجين الاستثمارات من النوع دوت في مصر. الملتقى او منتدى الهند افريقيا مجال جديد لدخول مصر في استثمارات جديده، في فتح افاق جديده. يعني مصر ممكن تلعب دور رئيسي في بوابه افريقيا لمصر للهند عن طريق الاستثمارات وعن طريق قناه السويس. فاحنا مكاننا متميز جدا مع توفير مناخ استثماري. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن دعوه المستثمرين الهنود، وان شاء الله سوف يلبي الدعوه في المؤتمر القادم. طيب يعني الرئيس السيسي ايضا خلال هذا اللقاء دعا خلال لقائه بوزيره الشؤون الخارجيه الهنديه الى ضروره تكاتف المجتمع الدولي باسره او باكمله لمحاربه الارهاب وايضا دحري واستئصالي. يعني برايك كيف يمكن تحقيق هذا الامر؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يتحدث ان الارهاب لن يطول الشرق الاوسط او المنطقه العربيه فقط، ولكنه نعم. سوف يمتد لاماكن كثيرة. اللغة الإرهاب أصبحت لغة عالمية. داعش يلتقط أنصاره الآن من دول أوروبية ومن أفريقيا ومن آسيا. فبقت لابد من تكاتف دولي فعلا لدحره وسد الثغرات التي يتسرب منها. النهارده لو في تعاون دولي بين الدول كلها على مواجهه الارهاب، وشفنا يعني تركيا كانت في فتره سابقه كانت لا عليها شبهات بدعم داعش، عندما اكتوت بناره واكتوت بتفجيرات داخليه بدات تحارب، وبدات حتى ان الولايات المتحده بتطالبها بمزيد من الحسم ومزيد من التعاون ضد داعش. فالدول ان كان يعتقد العالم كله ان الارهاب كله يعني صناعه شرق اوسطيه، صناعه عربيه فقط، ولكنه اصبح الان لغه عالميه. نعم. طيب يعني مشاهدينا ننتقل الى الصفحه الثالثه واخبار عن مصر. نطالع خبرا تحت عنوان العليا تضع اللمسات الاخيره للعمليه الانتخابيه قبل فتح باب الترشح، وامين عام اللجنه يقول اقتربنا من وضع بيانات القضاء المشرفين. يعني ورد بتفاصيل الخبر انه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي للاعلان عن بعض النقاط المهمه الخاصه بالانتخابات البرلمانيه المقبله. هل لك ان تطلعنا عن بعض هذه النقاط؟ هي المؤتمر هيبقى الاسبوع الاوائل الاسبوع القادم، وهيبقى في فتح باب الترشيح، واعتقد ان هيبقى يعني جرت او تسربت بعض الاخبار ان هيبقى يوم 13 سبتمبر فتح باب الترشيح، والانتخابات تبقى في اول اكتوبر. الاجتماع هو اجتماع لوضع تصور عن القضاء، ترتيب اوضاعهم. بعض القضاء المعارين جم او اللي هم ممكن يكونوا هيشاركوا في العمليه الانتخابيه هيسافروا. لكن الملفت ان هو كان الاجتماع السابق كان تحضيرا لكشف الطبي، وقالوا في وقتها ان الكشف الطبي للمرشح المستمر سوف يستمر معه الكشف الطبي، لا يعود لعمل كشف طبي جديد. لكن بدايه احنا دخلنا في العمليه، دخلنا في الجد خلاص. يعني خلال ايام الاسبوع القادم سوف يفتح باب الترشيح على المقاعد الفرديه وعلى القوائم، واعتقد ان خلال اكتوبر القادم المرحله الاولى سوف تجرى، ونوفمبر القادم سوف تجرى المرحله الثانيه،
وناتي لبرلمان كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يكون لدينا برلمان خلال نهايه العام القادم الى نهايه العام الحالي. طب يعني بعض الخبراء والمحللين السياسيين او المحللين السياسيين قالوا او ذهبوا الى ان هناك حاله من التمزق بين الاحزاب والقوى والتكتلات السياسيه الموجوده في مصر، يعني كيف ترى هذا المشهد في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانيه؟ هو بالفعل المشهد يعني لا ينم على خير، وكانت في بعض التراشقات والانتخابات والمال السياسي ودوائر، وكانت حدث نوع من الاسترخاء بعد تأجيل الانتخابات، وكان ما فيش انتخابات جايه. امبارح مساء اعلن الوفد بقياده رئيسه الدكتور سيد البدو على دعوه للتوافق بين القوى المدنيه كلها على المقاعد الفرديه وعلى المقاعد القايمه، ولاقت استحسان حتى غدا في الوفد، يعني ابرزوا ان القوى السياسيه بدات تتوافق على ان احنا محتاجين فعلا برلمان يعبر عن ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو، بالتالي محتاجين ان كل الاحزاب يعني تتنازل عن نوع من المحاصصه وتضع اولويات وتضع يعني مصر في اولوياتها، بمعنى ان احنا مش محتاجين الحزب يعني كل واحد ياخد قد ايه والحصه قد ايه في القوائم، احنا محتاجين فعلا الشعب المصري يعني مع عدم او توقع عدم نزوله بكثافه. اخشى ان نصل، لماذا تتوقع عدم نزول الشعب المصري او الاقبال الجماهيري للتصويت على الانتخابات البرلمانيه، مع انها اول تجربه برلمانيه سيتم اجراؤها بعد ثوره 30 من يونيو؟ جزء كبير جدا من الشعب المصري يعني غير مهتم بالعمليه الانتخابيه، هو يعني بصراحه بقول ان هو يعني يرى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بكل المهمات ويقوم بكل الحلول ويقدم كل التصورات. ففي بعض الناس بتعتقد ان المجلس الشعبي دوت هيجي يعني نوع من التعطيل، هم مش مهتمين قوي بدور النائب، لان كانت السوابق التاريخيه للنائب مجلس الشعب ان ما كانش بيقدم الخدمات، كان بيهتم بحاجات خاصه. وبالتالي العزوف عن العمليه الانتخابيه يعني لن يطول بعض الشباب فقط، ولكن سوف يطول بعض الناس المهمومه بان هي يعني لقمه العيش. والازمات دي كلها انا اعتقد ان يعني الدوله هتوفر المناخ الانتخابي وتامينه عن طريق الشرطه والجيش، ولكن اعتقد ان عزوف المواطنين في ظل التراشق بين الاحزاب وما بين التراشق بين المقاعد الفرديه وبين المال السياسي وبين الفلول وبين يعني كل الازمات دي كلها هتخلي المواطن بارقه الامل اللي ممكن تكون موجوده ان 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 تتوحد الاحزاب السياسيه، تتوحد القوى السياسيه الفاعله في المجتمع بان هي تساعد المواطن في انه يختار الناس اللي تقدر تمثله عن طريق مجلس النواب القادم. اعتقد ان الدعوه اللي قدمها الوفد امس ولاقت استحسان اليوم ولاقت استحسان خلال الفتره القادمه ان شاء الله تتبلور لوجود عدد من الناس اللي ممكن المرشحين او النواب اللي هم محتاجينهم في الفتره القادمه. حضرتك عارفه ان مجلس النواب القادم خلال 15 يوم هيقر عدد مهول من القوانين التي صدرت في خلال الفتره الماضيه. المجلس النواب محتاج ان احنا محتاجين المصريين متطلعوا بمساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ولدورهم الرقابي والتشريعي ان هم يحاولوا او لفتح افاق جديده للازمات، حل الازمات المستعصيه. احنا النهارده عندنا ازمات في الكهرباء، انا بقول لولا محاولات الحكومه وسعيها لتوفير المحطات الكهربائيه بخلاف اللي تم تفجيرها والمحطات، كنا سوف نرى في أزمة الموجة الحارة الأخيرة دي كنا احتمال كنا هنشوف أزمة كارثية، ولكن حتى مع الموجة الحارة ومع عدم قدرة المحطات للعمل لكن كانت عدت بأقل الخسائر. يعني دعنا نعود مرة أخرى إلى الحديث عن مجلس النواب. يعني جدل إثار في الفترة الأخيرة قبيل إجراء العملية أو قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية عن فكرة تحصين البرلمان وإصدار بعض القوانين التي ستؤدي إلى إطالة مدة نظر الدعاوى التي سترفع ضد إجراء الانتخابات البرلمانية أو ضد أحد المرشحين أمام المحاكم. يعني البعض اعترض
وشجب ضد إطالة مدة أو فترة نظر هذه الدعوة، وكيف تعلق على هذا الأمر؟ هي الفكرة كانت ال 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 القانون اللي كان قبل تعديله من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعطي المحكمة الدستورية 25 يوم في حكم عن بطلان القانون او عدم بطلانه. فكان برغبه من الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه كان ده عامل لهم ضغط شديد، طلبوا بتاجيل هذا فتح هذا المده. تقول لنا ان هل المحكمه الدستوريه هتقعد 4 سنين؟ لا، ممكن تقعد 6 شهور، وتقول لنا في وقتها حكم المجلس الشعب. وده اللي بيرددوا بعض، ان هل هنوصل لمرحله بعد ما نعمل مجلس نواب ونقعد مثلا 6 شهور او سنه وتاتي المحكمه الدستوريه ببطلانه بعد ذلك؟ صحيح. هو المحكمه لن تنتظر ال4 سنوات، ولم يتم تحصين هذا المجلس كما كان ينادي بعض ان احنا ندي المجلس النواب القادم، ولكن البعض علق بان اطاله فتره النظر في هذه الدعاوى من الممكن ان يؤدي الى هذا الامر، وخاصه ان القضايا امام المحاكم او المنظوره امام المحاكم معروف في مصر انها من الممكن ان تاخذ سنين. لا، هو المحكمه الدستوريه اللي هي كانت مدتها 25، هو اتلغت ال 25 يوم، يعني ممكن بعد 2 شهر بعد 3، لكن هي المحكمه الدستوريه كانت مجبره حسب الدستور وحسب النص القانوني ان هي خلال 25 يوم لازم تبت في قانونيه او دستوريه هذا القانون. فتم بناء على رغبه الجمعيه العموميه للمحكمه الدستوريه بالغاء هذا النص ال 25 يوم، لكن خلال شهر ممكن تدلي برايها المحكمه الدستوريه، او خلال 2 شهر، ولكن لم يعطيها الفتره اللي هي ال 25 يوم بس، هو اللي لغاها. لكن لو في حد رفع قضيه، او زي ما احنا عارفين في قضايا اترفعت، لكن كان المحكمه الدستوريه كانت مضطره ان هي تحكم خلال 25 يوم، فكده كان بيعمل لهم ضغط، يعني حتى ما فيش قدرة على الدفوع القانونية في وقتها أو الوقت فيها. فهو ده بس إن لغى البند 25 يوم، لكن ده بقول لحضرتك وارد إن خلال إجراءات مجلس الشعب، يعني ممكن نيجي في مرحلة تانية المحكمة الدستورية تدلي بحكمها، أو خلال انتهاء مجلس النواب وانعقاده خلالها 1 أو 2 شهر بس، لكن هي ملوش دعوة بالقانون، لكن هو لغى ال 25 يوم. طيب، يعني انتقل بك وأيضا بمشاهدينا إلى الصفحة الثانية، نطالع خبرا آخر تحت عنوان أمناء الشرطة بالشرقية ينهون اعتصامهم والداخلية تدرس مطالبهم، المعتصمون غادروا مقر مديرية الأمن في انتظار تحسين أحوالهم المادية والوظيفية. يعني اعتصام جرى داخل مديرية أمن محافظة الشرقية من خلال أمناء الشرطة، يعني وفقا لتفاصيل الخبر وما ورد به من نقاط أساسية، ما هي أهم المطالب التي نادى بها أو رفعها أمناء الشرطة داخل هذا الاعتصام؟ هو ما كانش اعتصام الأول، كان اقتحام، هم اقتحموا مديرية أمن الشرقية واعتصموا بها. نعم. ولم ينهوا إضرابهم إلا عندما استجاب لهم الوزير مجدي عبد الغفار وأرسل لهم اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لشؤون الأمن. نعم. وتفاوض معهم لمطالبهم المادية. كانت خلال اليومين اللي جرت الاعتصام والاقتحام جرت بعض الإشاعات إن هم وراهم مجموعة من الإخوان المسلمين أو مجموعة من التيارات الدينية، لكن اتضح في النهاية إن مطالب أمناء الشرطة هي مطالب كلها وظيفية ومادية. هم بيشعروا في الظلم، بالظلم في تدني مرتباتهم، بيعتقدوا ان هم معرضين للخطر، فمحتاجين مساواتهم بالضباط في المعاش التكميلي مع زياده الحوافز مع صرف 4 شهور في نهايه الخدمه عن كل شهر، بتخفيف الاجراءات لنقل امناء الشرطه من الحاصلين على ليسانس الحقوق من امين شرطه الى ضابط. فكانت كلها يعني حاجات وظيفيه. اعتقد ان الوزير مجدي عبد الغفار وعد بدراسه هذا الامر، ففضوا اعتصامهم واقتحامهم للمديريه وعادوا الى منازلهم. نعم. طيب، يعني مشاهدينا ننتقل الى الاخبار الخارجيه مره اخرى، نطالع من الصفحه 7 خبرا اخر تحت عنوان داعش ليبيا تحل دم عشماوي المتهم بقتل النائب العام والظواهري وبالمختار، ومجلس الامن يرفض تسليح الجيش الليبي، وايطاليا ايضا تستبعد التدخل العسكري. يعني بدايه، كيف تعلق على هذا التصريح من جانب
جماعة إرهابية مثل داعش بأنها تحل أو تبيح دم من قام بتنفيذ العملية الإرهابية ضد النائب العام هشام بركات اللي هو عشماوي؟ هو العنوان للخبر كان من حوالي بقى صراع متطرفين، يعني هو صراع المتطرفين مع بعضهم. هشام عشماوي المتهم بقتل او المتهم الرئيسي في اغتيال النائب العام في ليبيا، معه مختار بالمختار متطرف اخر كان متهم بـ 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 في غاره ليبيه استهدفته. هم اعتقدوا الجماعه بتوع داعش ان هم في اطار الحرب الداخليه اللي هي اللي احنا بنقولها دايما، ان هو كان في بيت المقدس قبل كده وراح لداعش. ازمه الجماعه المتطرفين ان هم كل يوم يعني ليهم ولاءات جديده، انشقاقات دائمة، يعني المبايعة، هل هم بيبيعوا داعش بتبيع الظواهري ولا بتبيع يعني مجموعة خاصة بيهم. فهو اللي حصل ان الرجل دوت هم متهمينه واهدروا دمه، وهي كلها أزمة على درنة، الخناقة كلها على منطقة درنة. يعني كل المشكلة ان هم بيقولوا كمان في الخبر ان الظواهري موجود في المكان دوت، فده الاخرين بيقولوا ان ده استعداء خارجي لمنطقه درنا كلها، ان يبقى ده في صيد سمين في درنا في الظواهري، فتعالوا اضربوا وتعالوا. فده صراع، انا بعتبره صراع متطرفين من الجانب الجانب الثاني ايطاليا ومجلس الامن رافض تسليح ليبيا. يعني برأيك ما الأسباب التي دفعت مجلس الأمن إلى غض الطرف عما يحدث في ليبيا؟ ما أعرفش، هو لغاية دلوقتي هم مش عاوزين، يعني الحكومة الشرعية والجيش الليبي عنده نقص في العتاد، الأزمة تطول، هل في مصلحة للدول الغربية في دوت؟ أعتقد أن هم سوف يعانون عندما تظهر الحرب الأهلية في ليبيا التي يعني سوف تقضي على كل المناطق النفطية وكل المدنية الموجودة في ليبيا. الجيش الليبي استند أخيرا على جامعة الدول العربية التي طلبت، وأعتقد أنها ممكن تضغط أو تسلحه بشكل منفرد الجامعة الدول العربية، لأن الحل مثل ما رأينا في اليمن، التحالف العربي هو الذي جعل المقاومة والشرعية الليبية الشرعية اليمنية تنتصر انتصار كل يوم بسبب طيران التحالف والدعم السعودي والدعم المصري والتحالف العربي كله. وجدنا ان الحوثيين بدل ما كانوا هم مسيطرين على الجنوب كله وعلى صنعاء، النهارده الجنوب حرر بشكل كامل، احنا داخلين دلوقتي على معركة صنعاء القادمة. في وقتها حتى لو حصل مبادرة سياسية ما بين الأمم المتحدة أو استسلام والقائد السلاح من جانب الحسين، سوف نعود للطاولة مع كل بالنسبة لليبيا هي محتاجة نفس السيناريو. النهاردة احنا سايبين مصراتة وطرابلس في فجر ليبيا وبنغازي تحت سيطرة شبه بنغازي كمان، يعني صراعات كثيرة في الداخل الليبي. في ظل ضعف التسليح للجيش الليبي ورفض الدول الغربية تسليحه إلا إذا كانت في حكومة موجودة، سوف نشهد خلال الفترة القادمة احتمال حرب أهلية في ليبيا. صحيح، إذا لم نكن أصلا يعني على أبواب هذه الحرب. يعني مشاهدينا نطلع أخيرا من الصفحة السابعة خبرا آخر تحت عنوان الكويت والبحرين تدوان مواطنيهما إلى مغادرة لبنان، وطلع يعني طلعت رحلتكم تؤجل احتجاجا بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة 70 شخصا في بيروت. يعني كيف تقيم المشهد الآن في الشارع اللبناني بعد تأجج واشتعال هذه الاحتجاجات الغاضبة مؤخرا فيه؟ هي الأزمة في لبنان هي مقدمة لثورة جديدة في لبنان، لأن اللبنانيين يأسوا من أزمة بسيطة جدا، النفايات والقمامة في 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 شوارع لبنان. يعني تتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد؟ أعتقد أن احنا داخلين على أن تداعيات الأحداث، يعني مظاهرة عادية طلعت رحلتكم تتحول إلى إسقاط النظام. رئيس الوزراء تمام سلام أخرج بتصريح يعنف الشرطة على معاملتها بعنف وبالقسوة المفرطة للمتظاهرين. تم إرجاء المظاهرة، لكن أعتقد أن هو قال كمان أن احنا مش عندنا نفايات بس القمامة، عندنا نفايات سياسية في المرجعية،
الحكومه الليبيه، الحكومه اللبنانيه حتى هذه اللحظه لها 3 شهور عاجزه في ظل التراشقات وعدم وجودها، ما فيش رئيس لبناني حتى هذه اللحظه، فالبلد عاجزه، الدوله عاجزه. ده اعطى للبحرين والكويت ودول اخرى قادمه بان بعدم مغادره هذه بعدم الذهاب الى لبنان او مغادرتها.